إذن ربع نهائي كأس العرش، فريق الجمعية المنصورية كان يحضر لخلق مفاجأة لفريق نهضة بركان. نهضة بركان عرف كيف يتعامل مع مجرى هذه الجولة الأولى. حمزة المساوي ينسل ويمرر تمريرة على طبق من فضل الفحلي الذي استغل تهاون الحارس والدفاع معلنا الهدف الأول خلال هذه الجولة الأولى. فريق نهضة بركان وظف تجربته المعهودة من خلال هذه المباريات. الجمعية الرياضية المنصورية لم تقوى على مجارات إيقاع فريق نهضة بركان، وهنا إحدى المحاولات وسط اللاعب عماد الطب، لكن لم تعطي الجديد ولم تغير من نتيجة هذه الجولة الأولى. ضربة رأسية ذهبت بعيدا عن مرمى الحارس الوعد. استمرت المحاولات من جانب فريق نهضة بركان. اللاعب عماد أو أدم با كان وراء هذه المحاولة الأخيرة، لكن ذهبت عاليا بعد أن كان انسلال جيد للموسوي. اللاعب أدم با اعتذر لزملائه. مرة أخرى شدغك يسدد وتدب عاليا شيئا ما عن مرمى الحارس، حارس فريق جمعية رياضية المنصورية شبوك عبد الهادي لتمتية الجولة. من خلال هذا الجولة الثانية أول لمسة للاعب الزعريلي، كما قلت بأنه من اللاعبين كانوا داخلين في رادار فريق الفتح الرياضي. تعود الآن إسماعيل المقدمة الآن سنوسي محمد من الزري الآن يبحث عن سديد وسديد ما مشاتش بعيد. هذه أول لمسة اللي كانت قريبة لمربع العمليات. كان المدان سفيان أو أوبيلا، أوبيلا للمدان زيدكويا وركنية، ركنية خلال اللحظات. تعود الآن محاولة الضربة الرأسية آدم با، الحكم أعتقد يعلن عن ضربة جزاء، الحكم يعلن عن ضربة جزاء من خلال هذه المحاولة. سنتابع الإعادة لدى اللقطة ولدى المحاولة. ورقة حمراء. تابعوا الآن هذه المحاولة من خلال بالفعل كانت لمسة يد، كانت لمسة يد من خلال هذه المحاولة. إذا دائما نتابع هذه اللقطة. أعتقد بأنه كانت لمسة يد واضحة من خلال هذه اللحظات. شادراك يضيع، شادراك يضيع هذا. نتابع شادراك سددها بشكل غير مركز. دائما محاولات على مستوى خط وسط الميدان. ضربة رأسية قدم، كان تدخل ديالو جيد، ما كانش هناك ضربة خطأ. تعود الآن دائما الضغط خطير. هذه المحاولة كاد أن يفعل الجمعية الرياضية المنصورية من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي يمكن أقول بأنه الويندي يدخل مكان لاعب عماد الطاب. تابعوا الحارس أمير الوعد شبوك عبد الهادي.
تابعوا هذا الاصطدام الاخير. الاصطدام ما بين البحراوي والحارس، بالفعل كان اصطدام قوي. شبوك عبد الهادي، هذا بابا، كرة عالية والإبعاد دائما. أوه، كان هناك تسلل أصلا، كان هناك ربع الساعة الأخيرة من هذه 90 دقيقة. هل أوبيلا وعد فكاك ومحاولة للشرق البحري وتصدي جيد للحارس شبوك. إسماعيل مقدم، وعد فكاك وسنتابع. العارضة جنوب عن مرمى فريق الجمعية الرياضية المنصورية. اوي 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 اوي، كانت محاولة الهدف الثاني. تابعوا ترفعات الكرة، الركراكي كانت المساوي وصاحب لاسيست بطبيعة الحال في المحاولة الأولى، كانت برت جانبا وشاهد خطأ. مرة أخرى، أو محاولة والهدف. أي 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 أي، ماذا يحدث هنا في ملعب البشير بن محمدية؟ مدية المنصورية تعدل في الوقت البدل الضائع. أو خطأ في الإبعاد وهدف قاتل. غنتابعوا الآن ضربة رأسية ونتابع بالإعادة من سجل. إذن نعيدها من مختلف الزوايا. لاعب رقم 13 اللي هو البديل يوسف الشاوي، آخر لاعب دخل، لأنها كانت لمسة يد أبلة. سنتابع هذه الإعادة سنتابع. إذن الحكم يقول لمسة يد. هذا الكرة لحمزة الركراكي، خط وسط الميدان. الحكم بلوط ينهي هذه المواجهة بتفوق صعب لفريق نهضة بركان أمام الجمعية الرياضية المنصورية. فريق نهضة بركان ضيع ضربة الجزاء، كذلك كانت أتيحت له فرصة، لكن في آخر لحظات هذه المباراة كاد فريق الجمعية الرياضية المنصورية أن يعدل. يوسف